بسم الله الرحمن الرحيم. أجي السلام عليكم. وعليكم السلام. والله شاكر التكافل الاجتماعي زارتكم اليوم. احنا ان شاء الله انت اول عائلة من بيوم الزيارات. الله والدك. الله يخليك. طلبك وصلنا وانت اللي نعرف جد عدد افراد العائلة. اثنين عندي. عندك اثنين اطفال. ايه. اللي هم حسن وعلي. حسن وعلي، ايش قد عمره حسن؟ 11 سنة. وعلاوي؟ 10 سنوات. 10 سنوات، اثنين بالمدارس الله يخليهم ان شاء الله. بأي صف عمرك؟ بالسادس. حجيتي الوالد متوفي؟ اي متوفي. متوفي، يعني شنو موظف شهيد؟ لا لا. شنو؟ مقتول قتل. اه يعني مغدور من مغدور ضحايا الارهاب شيء؟ لا لا. طيب يا سنة؟ 2008. 2008، طيب انت تاخذي رعاية اجتماعية؟ هي اخي. ايش قد يطولك بالشهر؟ يطولنا 300، صرنا 450 تسوي غسل. بالشهر الواحد؟ لا لا، كل شهر كنا، هسه صرنا كل شهرين. اي، هو كل شهرين، هي بالحسابات هي كل شهرين، بس نوبات مو هي عدي شهرين يطولك بالشهر الثالث. اي. بس محسوب هو الثالث على الجاي. لا كنا قبل يعني يطولنا 450. اه ما ثلاث اشهر. ما هسه رجعوا يعني. يعني معناها هسه انت 150 بالشهر معناها. بالشهرين. غير؟ طيب انت شنو بيتك هذا شنو يعني ايجار ولا؟ لا لا مو ايجار. مو بس ما ابي يعني شو اسمه مطر وهاي يعني شفت يعني ما تدفعني شيء. اوكي يعني عشوائي. زين. يعني شنو عندك انت بعد؟ عندك واردات؟ عندك شغل؟ عندك ما عندك شيء؟ شنو حاسك احنا كمنظمه انسانيه شنو اللي يعني شو تريدين لنا؟ يعني الناس مثل ما تقول يعني الناس الخيره يعني وقفت لنا المنطقه شويه يعني يعرفون وضعيتي فما اولادك محتاجين يعني هو غير قضيه الدراسه شلون صحتهم شلون هم يعني. والله شوي عندي انا هذا الشيء اللي عليكم السلام ورحمه الله. ابنك مريض شيء؟ سويت العمليات هسه الحمد لله خلصت، بس هسه يعني رجع من عيونه يشتكي. شنو به هو بالضبط؟ قبل فترة خصي هاجر سوينا له عملية بشهر السابع، رجع النوب زائدة. فهسه عيونه. عيونه ما يشوف يعني؟ يعني من قريب ما يشوف. يعني نظارات يسووا له؟ من قريب يعني ما يشوف. يعني هذا يعني هاي تعتبر من الامراض العاديه لانه لا يعني امراض مزمنه الحمد لله ما اي الحمد لله. احنا نحكي بالامراض المزمنه اللي معوقه اللي تخلي الواحد كذا. لا لا الحمد لله. زين يما انت تقدرين يعني تشتغلين مثلا اذا واحد وفر لك فرصه عمل يعني؟ والله انا يعني اتمنى بس ما اقدر من ورا يعني الولد. طيب انت الاولاد عندك؟ ما عندي احد مثل اخليه. يعني انت بس الطفلين هذول وترعيهم. اذا هي نالت فرصه عمل بالخياطة مثلا تخدمي شاي العملية يعني من بيتك يعني انت ممكن تشتغلين بيت. يعني احنا عندنا دورات نفتحها دائما عندنا بالمغرة بالمنظمة ونساعد الناس اللي نهيئ لهم فرصة لانه اكو بيهم مثلا ما يعرفون فاحنا نعلمهم ورا ما يتعلمون يشدون حيلهم وعندهم رغبة بانه يشتغلون احنا ممكن نساعدهم ماكينة خياطة وكذا يعني يقومون يشتغلون. يناسبك هذا الموضوع؟ يعني هاي مثلا اذا فتنا لك بهذا الجانب من المساعده تخدمك هاي القضيه؟ اي لا ما زال ببيتي يعني ما اطلع. هذا وهي احسن شيء هاي الانسان ببيته ويتعلم لفرد مصلحه. خير ان شاء الله، احنا راح نحاول نقوم بهذا العمل ان شاء الله واخواننا هم يعني ما يقصرون وياك. حابه تقولين شغله ثانيه اذا تحتاجين؟ الحمد لله شكر والله يوفقكم ان شاء الله على عمل الخير.